شرفاني، أنا بعرف إنه حكي أمي ضايقك، بس قبل ما تحكي شي بدي أقول لك شغلة. أنا رايح على عرس فارشة حتى أقوم بواجبي. جانا فوتي. مازن، أنا كتير واثقة فيك، بس شو ما بيصير بعد 22 يوم علاقتك رح تكون معي علاقة رسمية قدام الكل. ومازن، على كل، إذا ماما ما عندها مشكلة بروحتك لهنيك، معناتها مين بكون أنا لأمنع؟ شرفاني، أنت بالأخير رح تتزوجيني، لهيك طلباتك بتهمني. مازن، أنا ما كان قصدي ضايقك أبداً. خلص روح، روح مع جانا واعمل واجبك. أنا رح كون هون بالبيت ناطرتك. جانا، فيني كل يوم بس مرة دق لمازن ليخلصوا هالخمس أيام؟ ليش لا شرفاني؟ أنا حتى ما بمانع أبداً إذا رحتي لعنا على البيت وضليتي مع مازن كم يوم. شرفاني، أنا قلتلك ما رح أدخل بيناتكم، أنا رح كون معكم. استني جانا. أنا مو ضعيفة أبداً، أنا عندي إيمان أكثر بكثير بحبي من إيمانك بحبك واللي عم تحاولي إنك تخفيه. وهالخمس أيام إذا بيعملوا لي امتحان لحبي، أنا جاهزة. شرفاني، بعد خمس أيام رح يكون امتحانك خلص، بس بعد ما يخلصوا هالكم يوم هدول ببلش امتحاني، امتحان كل عمري. راد وصلت، بس مو باعت الفاتورة. ايه بعرف معك حق، نحن منعرف بعض من 25 سنة، بس قد ما كان الشغل شغل. لك انا بعت الفاتورة ماشي؟ باي. هلا شو رجعتوا؟ طيب وزعتوا الدعوات؟ ليكن وصلوا. ايه وزعنا كل الكروت تبع العزيمة. بابا انتوا ما كنتوا ببيت اختي؟ في شي مشاكل هنيك؟ قصدي خالتي سفيتها ما قالت ولا شي غلط، بالعكس لو كنتي وسمعتي حكيها لرقصتي من الفرح. شو قصدك؟ قصدي انه سمحت لمازن يجي لهون هو وجانا مشان يشاركونا بكل التحضيرات تبع عرسك كونه هو سهرنا. ايه عن جد؟ وانا ما كنت متوقعة، بس الست سافيتا قبلت طلبي وهالشي كرمال جانا. أنا ما بدي خليها تقضي حياتها وهي عايشة بهالطريقة هي. بتمنى تصير شي معجزة إنه مازن يرجع صار حقيقي بعائلتنا من جديد ويشاركنا كل حياتنا. هاي مزودتها كتير. على مهلك أنا جاي معك. مانو خلاص اتركي. طيب ليش كل هالشي؟ أنا أنتي ما لازم تشتغلي كتير وأنتي حامل، هلأ ارتاحي. بعدين إذا تعبتي هلأ كيف رح تتحملي الركض بعرس فارشا؟ صحيح أنتي شربتي الحليب ولا لا؟
ليكي أنا ما بيعجبني هالشغل بنوم. إذا ما خليت عيني عليكي ما بتهتمي بحالك. يلا خدي هاد وطلعي. إيه عن جد ماما معها حق، نحن هون رح ننتبه لكل شيء. أنتي طلعي، هالبنوتة لسه بدها تطير عقل كل العالم. يلا طلعي بقى، عدي هون وارتاحي ونحن منشتغل. مرت أخي، بتعرفي أنا مرات بغار منك كتير، بس أنا بدعي لربي ليل ونهار إنه كيف حماتك عم تدير بالها عليكي، إن شاء الله حماتي تدير بالها علي كمان هيك. ما في شيء ابدا بخصوص المدام كماس، بس يا برامود هي لازم تكون ادركت منيح القوة تبع الجمعية النسائية، وزوجها بده يفكر 100 مرة قبل ما يرفع ايده عليها. امي امي دخيلك، امي دخيلك ان شاء الله. انا رح اعمل كل شيء بدك اياه، انا رح اعمل كل شيء رح تقولي، حتى اي شرط علي، بس انا ما فيني اعيش مع اجيت في غرفة واحدة. الله يخليكي ماما، انا رح اموت. خلص خليكي هون. انا رح اموت، انا ما فيني اتحمله. ماما اعملي اي شيء، بترجعك اعملي اي شيء، انا عم اتوسلك، ما فيني اتحمل هالعنف هاد كله. امي ان شاء الله خلصيني بقى من هالحياه هي. ماشي بنتي ماشي بانديتا، خليكي هون، انا رح احكي مع اجي. اجي من اليوم بانديتا ما رح تنام بغرفتك. انت مش زوجتي مشان تطلع من مشاكلك، وانا بعرف انك ما طلعت من تخبيصك، فشو بدك من فانديتا؟ ليش عم تجبرها على شيء ما بدها اياه؟ وهالشيء رح يسبب لنا كثير مشاكل. اسمع، انت لازم تبطل عنف ووحشيه، وحاج تعمل لي عنتر على الفاضي. واذا ما بدك تفهم، وقتها البنت فيها تشكل تهديد لنا نحن اثنين، لازم تفهم بقى. امي ماشي مثل ما بدك، كل الأحوال ما عندي أي رغبة ننام سوا بالغرفة، في بنات أحسن منا بكتير بحياتي. شو أمي؟ خلاص خلاص، أنا حكيت معه ومشي الحال. أنت مالك مضطرة تنامي بغرفته، نامي بغرفة القعدة. معلش لمشاهدة المزيد من الحلقات، يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.